سأذهب ريفيكا. لا تتحركي، ستزيدين جرحك سوءا. في الفيديوهات اللي فاتت جيم از جنتلمان انتهينا من كل المراجل الموجوده في لعبه هورايزون فوربيدن ويست مع ايلوي، وفضل ميرجل واحد بس اللي هو هيكون من سياق القصه اللي هو اسمه ميرجل جيميناي. ده طبعا لما اتقدم في القصه هنلعبه، واعتقد ان انا مش هلعبه في الفيديو ده. الفيديو ده مهمه قصيره اسمها مواجه العداله، ومواجه العداله دي انا كنت حاطط العبها قبل كده بس كانت مقفوله وما كانتش مفتوحه ليا، لان انا لازم ازور منطقه وادي السهل بعد ما تقدمت في القصة وعملت حاجة كده انا مش متذكر هي بالظبط، بس الزرع الاحمر او الفطر الاحمر الموجود في الارض بدأ يختفي. هيحصل مكالمة بيني وبين زيو، بناء على هذه المكالمة هتفتح امواج العدالة. فجه الوقت اللي انا العبها معاكم دلوقتي. خلينا نستمر في هذه اللعبة الجميلة الشيقة ونشوف مع بعض اللي هيحصل في هذا الفيديو. ما تنسوش اللايكات العنيفة بتاعتكم يا شباب، واشكركم على الدعم الاسطوري في هذه السلسلة وتعليقاتكم الجميلة ما تحرمونيش منها. وهي بقى نستأنف ولا لا؟ مالكم انتوا الاثنين؟ ماذا يحدث هنا؟ انها من كانت في السفاره. ارجوك عليك ان تلحقي بابي، سوف يقتلونه في منصه الحراس الغابه التي خلف القريه. يبدو ان الجميع نسوا اننا لا نتخلى عن اعزائنا. فينيرا، لو ستورطين الغريبه اخبريها بالقصه كلها. جاروكا حكيمه بجرح كان عن غير قصد. كيف طعنك أبوك عن غير قصد؟ منذ فترة يتسلل خارج القرية ليصطاد في المنصة، أحياناً يتغيب أياماً. هذه المرة اتبعته إلى مخيمه، حاولت إقناعه بالعودة، تجادلنا فاشتبكنا. عندها أشهر سكينة وطعنني. كان قد رحل عندما سقط. أبوك ستنزفين حتى الموت إن لم آتي. إن هذا غير معقول. لقد نظر إلي كأنني غريبة عنه. ربما حان الوقت لتفهمي. إنه بخير بالتأكيد. لن أعدك بشيء سأفعل إذا استطعت لأطمئن عليها. أين مخيمه؟ جنوب شرق هنا. أشكرك، سوينا الأمر، والآن فلتستريحي. يعني أبوك يعمل كده فيكي وفي رمضان؟ في رمضان؟ طيب هنشوف بقى أبوها ده فين. شايفين يا جماعة الإفكت بتاع الهواء؟ بصوا اللي بيتحرك دول، بص الهواء بيحرك إزاي، هما واقفين على البحر الهواء شديد. بص الهدوم عاملة إزاي يا جماعة، يعني حتى التفاصيل دي ما نسيوهاش يعني. فلنرفع القبعة يا جماعة لشركة جوريلا. تعالوا نشوف أبوها ده فين بقى، فين المهمة؟ في الضباب؟ لا دي ما هياش مهمة، مش المهمة اللي احنا قلنا عليها اللي هي امواج العدالة. في الضباب ده مكانه بعيد هنا. طيب اشوفك يا شباب على طول هناك بقى. فينيرا قالت ان مخيم والدها بالقرب من هنا. فين بقى مخيم؟ هو ده؟ مصيد. لابد أن فينيرا تشاجرت مع أبيها. سأتتبع أثره بمصلاتي. تعالى أو وعاء زيت على الأرض. جاروكا وفينيرا تشاجرا هنا. ربما تناثر الزيت على جاروكا. لأرى إن ترك أثرا. دماء، إنها لفينيرا فيما جرحها أبوها. لنرى إلى أين تقودني. طب ما ايه؟ مش عايز اتعلم ليه؟ المفروض انا بعلم ادوس مربع بتظهر على طول اهو R1 اهو كده بس خلاص. صرت مستعدة الان لأي شيء. ايوه في ضوء ازرق هناك وانا شايفه. عداء جارح وفخاخ كثيره. بالتاكيد هذا جاروكا، ساساعده.
كهربا كهربا ابوه هدوه بس تعبي شوية كده. تجاوز العداء الجزء عشان يحمي روبوتا لأركبه. خلاص خلاص بقى تابعي كده خلاص خلاص بتركب ده بطيء جدا بقى مركوب خلاص. طيب انت فين بقى يا حاج؟ ناخد بس الصندوق ده ونكلمك. حاضر. تضرب بنتك ليه يا عم الحاج انت؟ مش هينفع اكلمه ولا ايه؟ لازم اقتله الروبوت؟ ماشي. مسكين والله هو متجاوز كده وتابعي بقتله. بس هيقلب عليا بقى. بسرعة. شكرا على مساعدتي. تعال لنتحدث. قول لي تضرب بنتك ليه يا عم؟ محاربينك التناب، لكنك لست منا، فلتخبريني باسمك. انا إيلوي وانت جاروكا. فينيرا طلبت ايجادك، عادت للقرية وتتعافى من جرح من شجركم. تتلقى عناية جيدة. هيا يجب أن نرحل، هناك فرقة على وشك السقوط في فاخ. متبردون نصبوا؟ لو ستسمينهم بذلك، هؤلاء الجبناء. لا يهم، سأستخدم رمحك. ما رأيك؟ إذن أين الفرقة؟ من هنا. ماشي نفك الحاجات دي بستفيد منها. ده كمان سنصل أسرع إذا اخترقنا المنصة. كيف عرفت بالهجوم؟ كنا نراقب العدو في الممر الجبلي، يحاولون سلب أرضنا منذ سنوات، وهذه آخر محاولة. سنوات؟ ممر دوريغالا ليس قديما، شيء غامض هنا. انت تزحلق في الأطرة وهي بتجري. هوبا من؟ حبايبي ماشي. فين بقى الباقي؟ اي هي دي بتنفجر فيا، انا ما كنتش اعرف. تعال يا ابن لذينه انت، تعال. هي اتفجرت فيه؟ ماشي ماشي. بعيد عني بعيد عني. المجنون هذا ليس مبشر. قطعة نادرة. ماشي هدي كمان. يلا هتزحلق تاني. وانا بتكلم اصلا اصبطي دي. خل عندك شويه ذوق يا عم. نحن ماذا؟ لا نصب قديم للجنود الشهداء، اعتقد اننا تاخرنا عليهم. فعلا نصب تذكاري. جاروكا من انت يا غريبه؟ كيف عرفت اسمي؟
أنا إيلوي. فينيرا طلبت إيجادك، ربما لا تذكر ما حدث. رحلت مجدداً صحيح؟ لما نحن هنا؟ قلت إن هناك فرقة ستتعرض لهجوم؟ حدث الأمر هنا صحيح؟ منذ فترة. أجل، فرقتي أوقعت بنا العشيرة وذبحتهم جميعاً. حدث ذلك منذ 30 عاماً. أنت عندك أنت زهايمر بقى. كنت تعود إلى هنا. يصعب علي قول ذلك يا جاروكا. أصيبت بجرح حاولت منعك من الخروج. جرحتها؟ لكني لم أكن. لا، كل شيء ضبابي. أشعر أنني أجول فيه ضالاً ولا أدرك حقاً ما أفعله بخنجري. وعندما يتلاشى الضباب لا أذكر ما كنت أفعله أو لماذا. أكتشف أنني بمفردي في الغابة. ضباب؟ قل لي بقى، احكي لي. منذ متى يحدث ذلك؟ الضباب؟ أسابيع، ربما لأشهر. لقد ظننت أنه أمر عرضي كنسياني بعد ضربة على الرأس. صار تذكر الأسماء والوجوه صعباً. ثم اكتشفت حينها أنني في الغابة، لا أعلم كيف ذهب. لما لم تخبر فينيرا؟ ماذا كنت سأقول لها؟ كحبل بيل؟ كحبل ممزق؟ لا. انظر لما وصلت إليه. هي لا تعرف لما جرحتها. عندك حق. الكمين طيب؟ أوقعت العشيرة فرقتك منذ زمن؟ 30 زمن. قال لك 30 زمن. ايه 30 زمن؟ دي 30 سنة. إلى القرية عندما دهمونا. لقد نجوت وحدي، وعندما صارت جروحي ندوبا عدت وبنيت نصبا تذكاريا. وحينئذ قتلت منهم ضعف ما قتلوا من رفاق انتقاما لهم. تلك حروب العشائر. طيب يلا نرجع بقى، ايه حروب العشائر دي الاول؟ قلت العدو حاول السيطرة على ارض عشيرة السهل لسنوات. كان اثناء حروب العشائر؟ قبل ان يصبح هيكارو زعيما كنا لا نكف عن القتال. حاربنا من اجل هذه الغابة. القرية المدمرة انقاض تلك الايام. لم يهم كم جنديا يسقط، فدائما نسعى الى ثأر اخر. يقال إن احمرار أخشاب غابة الحراس بسبب ما شاهدته من دماء. طيب نرجع بقى، يلا نرجع. علينا العودة للقرية. انتظري، النصب مفقود منه لافتة معدنية من نصال رفاقي الشهداء. أين هي؟ لابد أنها هنا. سأجدها، أعرف أنها هنا. مهلاً، اهدأ، سأبحث عنها. حسناً. آثار تبتعد عن النصب التذكاري. وريني فين دي؟ أهي. أيوة. وحوش المتسلقة. فككت اللافتة. دول عايزين دي. خد. ده عند جبلات القرود. أي يا ابن لذينة. الروبوتات تقتل. دي نديهم ايه دول؟ نديهم اسهم عادية ولا اسهم نار ولا قنابل بقى او نار؟ ابس حاجات دي الاول. ايه
خلاص شكرا. اللي في فضل واحد لسه اهو، خد ده، خد دي كمان. المفروض الروبوت ده محاكي القرد يا جماعة والشمبانزي. لسه في واحد تالت؟ هات الحاجات دي بسرعة 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 بسرعة. اللافتة، والآن وقت الروبوتات. اطلعي. الله، هو فين؟ شكرا. هو الانفجار الغريب اللي بيحصل ده يعني؟ وها قد وجدت اللافتة، سأعطيها لجاروكا. هو كانت لافتة مع القرد الأخير؟ ماشي يا جماعة، سميه قرد يا جماعة عادي، هو شكلهم هما محاكين قرود أساسا. نلم بقى الحاجات دي وبعد كده إيه، نروح ندي اللافتة لجاروكا على طول. نرجع بقى لجاروكا. اتفضل يا باشا. هنا، ما هي اللافتة المفقودة؟ أجل، إنها هي. سأعود إلى النصب. اذهبي أنت، أريد بعض الوقت لأتذكرها. متأكد؟ مش انا هسيبك تاني، يجي لك ضباط تاني، بتقعد بقى تقتل اختك المره دي وبنت خالتك. ساعود للقريه واخبرها انك بخير. شكرا ايلوي. انا مش عارف، قلبي مش طايق اسيبه كده يا جماعه. عرفت سبب هروب جاروكا، لاخبر فينيرا به لاعود الى امد المد. نشوف بقى فينيرا فين بقى، نروح لها ازاي؟ طب يا جماعه اشوفك على طول بقى هناك عند فينيرا. هاي فينيرا تحت اهي. ابوكي كويس يا بنتي، بس هو بيجيله ضباب. لكن اين ابي؟ لا باس، وجدته. ليس مختلا يا فينيرا، انه ينسى الاشياء لا اكثر. لا يزال في حروب العشائر، وعليه ان يقوم بحمايه فرقته. عاد الى الحاضر عندما وصلنا الى النصب. قال انه كانما تاه في الضباب. مهلا، سمعت شيئا مشابها نادر الحدوث بين الكهنة. تتلاشى الذاكرة بعد سنوات. جاروكا ليس كاهنا، لكنه في عمره قبل أيام الزعيم هيكارو لم يصل أحد لمثل عمره. إذن لهذا السبب. شكرا للعشرة. إن كان مجنونا فستحكم عليه القوانين بالموت. ماذا؟ لا، إنه يكبر فحسب، يحتاج رعاية لا الإعدام. واضح أن أهل البلدة لا يرون اختلافاتهم، لكنني سأعتني به. بالمناسبة، أين هو الآن؟ هنا. يا إله، أنا آسف جدا. أتفهم الأمر الآن. حين يأتي الضباب سأمسك يدك وأتذكر بدنك. لا تخف مجددا. يعني هو ده تفسير الزهايمر عنده في المستقبل؟ برضه هتطلع حاجة مش شايفها وتديها لها برضه. ما فعلته هنا لفينيرا سيتم تذكره دائما. شكرا لك إيلون. إيلون؟ ايه تعرفها؟ اجل، ايه لون؟ اكتملت مهمة فرعية في الضباب. انا شايف ان انا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، بس اتأكد بس ان المهمة بتاعت امواج العدالة دي انا مش عارف يعني لغاية دلوقتي مش عايزة تتضح هي فين. المفروض اللي هي بتقول في المهام فين؟ امواج العدالة اهي
بيقول لك أغار هاربون متمردون على أمد المد وفروا نحو البحر، يرغب تيناك في القرية تطبيق العدالة إلا أنهم يعجزون عن مطاردتهم نحو المياه العاتية. يعني واضح لهم في الناحية التانية يمكن من الجزيرة، يعني أنا لو بصيت غالبا هم راحوا هنا مثلا في مكان ما، ممكن في هنا في الضباب ده أو هنا، هنكتشف غالبا. ممكن يعني الحل الوحيد اللي أنا أقدر أعمله دلوقتي إن أنا أتقدم في القصة وأعرف بقى مكانهم هيبقى فين. anyway يا شباب، يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. لو تنسوش تقولوا تعليقاتكم الحلوه، لو عندكم اي تعليقات بشان هذه المهمه وهذا الفيديو، اقتراحات ممكن تقترحها لي في التعليقات برضو بخصوص اللعبه. اتوجه فين، عايزين تشوفوا ايه في اللعبه، يعني عايزين تطوروا درع مثلا. انا لسه الدرع بتاع ايلوي اللي هي لابساه دلوقتي ده من اقوى الدروع الموجوده في اللعبه، هو درع اسطوري كمان، بس هيبقى اقوى طبعا بكتير لما اطوره. انا ما طورتوش، انا بلعب على ليفل واحد بس، وفي تقريبا 5 أو 6 تطويرات، يعني في مشوار طويل في التطويرات، ولازم اموت روبوتات كتير واخد اجزائها عشان اعرف اطوره. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي والمهمه اللي جايه، ومع السلامه.